السلام عليكم. وقت اللي الترجي الرياضي يلعب في البطولة التونسية هو ولا غيره ما يمنيش فيه، معناها يمر بمشاكل ما يمرش، يفوز بلقب ما يفوزش، هذه حاجة أخرى. ما يمنيش في الترجي الرياضي مش معناها نعفس فيه وندز فيها ركبة على جيل فريق آخر، لا، ما يمنيش في الترجي الرياضي، ما يهمنيش في الأندية الأخرى. أما وقت اللي الترجي الرياضي قدم مقابلة كبيرة نقوله الترجي الرياضي قدم مقابلة كبيرة، وقت اللي الترجي الرياضي قدم مقابلة خائبة نقوله كيف كيف قدم مقابلة خائبة. مهمش نحب نكره الترجي، هذه حاجة أخرى. كيف كيف نفس الشيء فيما يخص النادي الإفريقي لتوال والسياسيس. أما وقت اللي فريق تونسي يلعب في إفريقيا بيع مثلا، حاليا الترجي الرياضي هو اللي يلعب، هذاك علاش قاعد نحكي انا على الترجي الرياضي وندافع عليه، وانا راني مانيش محامي الترجي الرياضي ولا بقيه الانديه، وبقيه الانديه والترجي الرياضي راهم ماهمش مستحقيني انا باش نحكي عليها ومو باش ندافع عليها. مش كونه هو البياري باش يدافع على فريق في قيمه الترجي ولا الاتوال ولا السي اس اس ولا النادي الافريقي. اما ما نمشيش كيف كيف بعقليه اللهم امني شاتم. علاش؟ على خاطر وقت اللي الترجي الرياضي نسمعوا شنية قاعدين يحكيوا عليه في وسائل الإعلام المصرية، ونزيد أنا نعفس فيه ونمشي معاه ونحكي بلغة اللهم إني شامت، لهنا الإخوة في مصر، الإخوة في المغرب، الإخوة في الجزائر يقول لك لو كان جاء فيهم الخير التوانسة، لو كان جاء فيهم الخير روا ظهر عليهم، إما هم هم في بعضهم هم شي متفاهمين. فبحيث كما يقول الباجي الله يرحمه، نمشي بعقلية الفريق اللي يلعب في إفريقيا، أنا أخويا أو أنا ولد عمي على البراني. أما كي نحكي بالطريقة هذه مش معناها راني صحيح واللي يضحك على الترجي ولا جماهير الترجي اللي تضحك على بقية الأندية راهم غلطين. هذيك هي الكورة راهي في العالم. جماهير البرسا تغيظهم وما يجيهمش النوم وقت اللي ريال مدريد يفوز بالشامبيونز ليج، وقت اللي ليفربول يفوز بلقب اكيد جماهير مانشستر يونايتد باش تغيظها. هذيك هي الكوره. لكن فقط وقت اللي نسمع نعاود نقول اش يحكيوا على الترجي الرياضي وبقيه الانديه، وكي باش تسمعوا وحدكم راه هاكم باش تسمعوا شنو يحكيوا على بقيه الانديه، نقول بيني وبين روحي عندي الحق مليار بالمئة وقت اللي ندافع حاليا على الترجي الرياضي، وقت اللي يلعب فريق اخر تونسي في افريقيا يلزمني ندافع عليه. مثلا الاعلام المصري اللي أكيد عنده نفس المشاكل الموجودة في تونس، جماهير الزمالك تتمنى الأهلي ينهزم، جماهير الأهلي تتمنى الزمالك كيف كيف ينهزم. لكن وقت اللي تسمع الإعلاميين في الإعلام المصري اللي أكيد كل إعلامي وعنده الفريق المحبذ ليه، وقت اللي تسمعهم يحكيوا بلغة الأندية متاعنا والأندية التونسية، يعني الحكاية ما هيش بين الأهلي المصري والترجي الرياضي. نسمعوا مثلا مع بعض. نتيجة كبيرة، هل استحسنت النتيجة دي ولا بتشوف انه نتيجة كبيرة جدا؟ طبعا بس يعني كان ممكن تبقى أكبر، وكان مش ممكن، كان يجب أن تكون أكبر. وأنا الحقيقة بستغرب ساعات فرقنا بتضيع فرص تاريخية في ماتشات التاريخ، يعني ممكن التاريخ نتيجة مباراة، ده في مباريات انا ممكن اكلمك عليها من سنة 60 ريال مدريد وانتر 7-3. انا فاهم حاجة تقصد ايه. احط نتيجة 6، احط نتيجة 5، اعلق نتيجة 7، وكان نتيجة تبقى للتاريخ بقى. الاهلي كان رايح للنتيجة دي. انا فاهم حاجة بتكلم زي يعني نسخة تاريخية من لقاء زي مثلا ليفربول ومانشستر لما 7 كسبوهم 7. ايوه طبعا نتيجة تتعلق في التاريخ تقصد كده. طبعا نتيجة 3 كبيرة بس نتيجة 7 اتعلقت في التاريخ. طبعا طبعا كان ممكن يعمل ده، بس ده مش معناه ان يعني الاهلي سيكتسح اي فريق اخر سواء الوداد او سان داون. فكرة ان انت تبقى كاهلي تروح تلاعب او فرادس بتكسب الترجي 5 مرات في مقابل 4 خسائر يعني المجمل بتاعهم وتعادل، فانت تصبح الاعلى كعبا. هل ده مفيد للأهلي من ناحية التاريخ، من ناحية الدوافع النفسية بعد كده في أي لقاءات بتجمع ما بين الفريقين، إن أنا لما هروح رادس مش هبقى عندي نوع من أنواع القلق، بل بالعكس أنا واخد في ظهري تاريخ كويس هناك؟ طول عمرنا بنطلب ده. طول عمرنا بنطلب إنك تصنع. ما بحبش التعبير لأنه ضايقني قبل كده سنين، لكن تصدر العقدة إلى الأندية التونسية بعد أن كنا
احنا كده بقى اعترف التوانسه نفسهم انه احنا كنا بنستورد لولا وجود الاهلي في القاره الافريقيه لاصبح هناك شان كبير للانديه التونسيه. يعني احنا عدنا نستورد عقده تونسيه سنين يعني بعمله صعبه يعني يعني كنا بنستورد حاجات كده يعني كل شويه عقده لغايه ما احنا تعقدنا. يعني عجبني قوي 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 يعني كي نسمعوا ظهر لي اللي قاعدين نسمعوا فيه ويحكيوا على الأندية التوانسة اللي الأهلي المصري والأندية المصرية عقدتهم مثلا حاليا الترجي الرياضي، ظهر لي كتونسي ما عادش نفرق بين النادي الصفاقسي والترجي والتوال والنادي الإفريقي. يعني اليوم وقت اللي يحكيوا بالطريقة هذه على الأهلي على الترجي الرياضي ما نجمش نكون مبنك وشيخة وفرحان، على خاطر اليوم يحكيوا على الترجي غدو يحكيوا على النادي الافريقي، بعد غدو وبعد غدو تين يحكيوا على النجم الساحلي ويحكيوا على النادي الصفاقسي. انه راهو كلامهم صحيح، الاهلي المصري معقد الانديه التونسيه بالارقام، لكن الاهلي المصري راهو عقدك اضرب واضرب يا البدري، الاهلي المصري راهو عقدك النجم الرياضي الساحلي 2007 في مصر بالتحديد، الاهلي المصري اللي فاز عليه النادي الافريقي 4-1، نحكيه على 4-1 وما أدراك من النادي الإفريقي. لكن نحب ولا نكره الأهلي المصري راهو عبارة على المنتخب المصري، أكيد ديما في الكرة راهو المنتخب أفضل من الفريق، وقت اللي نحطه منتخب مع منتخب، وصحيح المنتخب المصري راهو فاز بسبعة ألقاب إفريقية، هذاك شأنهم الخاص، لكن المواجهات المباشرة بين المنتخب التونسي والمنتخب المصري كما قلتوا انتوما احنا عقدنا من كثر ما عقدنا الأندية التونسية اللي احنا اصلا اتعقدنا كيف احنا رأوا المنتخب التونسي اللي فيها 10 ملايين، تونس فيها 10 ملايين، مصر فيها 120 مليون، المنتخب التونسي تلمو عقد المنتخب المصري احنا اللي اتعقدنا، ونخليكم مع افضل صوت. احنا رانا نعقدوا بالماضي، يا مصطفى يا فتحي نعقدوا في 95 احنا سعيده تونسيه اخر كره تلعب خطيره جول با 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 مونديال العرب جول في منتهى الروعه جول هكذا هم التوانسه في اللحظات الاخيره يفعلوها جول ولا اروع هكذا هم التوانسه الكلمه هذه باش نختموا بها راهم التوانسه زهر مش زهر التوانسة بحول الله ديما موجودين المنتخب التونسي ولا كيف الأندية التونسية. وفي ختام الحلقة من نجم ورانا كان نقول ورانا نحكي كورة الشعب التونسي والشعب المصري وخيال، لكن كيف ما انتوما تدافعوا على الأندية التونسية ظهر لي من حقي باش ندافع، أو انتوما تدافعوا على الأندية المصرية ظهر لي من حقي باش ندافع على الأندية التونسية. حلقتنا اليوم وفات كالعادة البياري متبقى كبش يقول لكم حظ موفق للمنتخب التونسي، تحية تونس، تعيش تونس، كلنا تونس وسلام.